صباح الخير على أجمل ضحكة في مصر. نعم، عايزة حاجة يا سعاد؟ وحضرتك زعلانة مني ولا إيه؟ ما الحمد لله مستر فالنتينو دخل الحلقة امبارح وطلع زي الفل. الحمد لله هو زي الفل، بس المواقف هي اللي بتبين الناس يا سعاد. يعني وأنا كنت هعمل إيه يعني؟ ميزو بقول لك إيه؟ تيجي نروح السينما؟ سينما؟ في فيلم جديد لجورج كلوني هموت وأشوفه. طب والله فكرة، إيه رأيك حفلة ستة النهاردة؟ حفلة ستة إيه؟ أنا عايزة أروح دلوقتي. دلوقتي؟ في إيه مال؟ تتكلمي بجد يا بنتي؟ أيوه بتكلم بجد، أنا زهقانة وعايزة أروح دلوقتي. إزاي بقى إحنا في المدرسة؟ لا في دي ما تقلقش، لقيت لك مكان ممكن ننط منه ومحدش داريان بيه خالص. هنط من على الصورة دينا؟ أنت اتجننتي ولا إيه؟ هو أنت هتفضل طول عمرك فرفور وخواف كده يا معتز ولا إيه؟ أنا فرفور وخواف؟ على فكرة أنت ما تعرفينيش خالص، بس هو الفكرة يعني إن أنا عمري ما عملت كده قبل كده. حلو 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 قوي، هو عشان تفضل طول عمرك فاكر اني علمتك حاجه. تعالى بس معايا، تعالى ثانيه واحده، ثانيه واحكيلك. سامر اختفي اقول لك حاجه. خد تعالى. انت مالك في ايه قلقان كده ليه؟ بتدينا المجنونه عايزين نطلع من فوق السور ونروح السينما. تنط من فوق السور؟ ايه يا ابن الهبل ده؟ لا طبعا ما تعملش كده. ما هي بتقول ان هي متاكده ان المكان اللي هنط منه محدش هيشوفنا فيه. يا سلام. وزي ما بقول لك، وانا بيني وبينك عايز ابين ان انا مش جبان وفرفور وجامد وكده. جبان وفرفور ايه يا ابني اللي بتقوله ده؟ ميزو اعمل اللي انت عايزه، بس افتكر قلت لك بلاش. خلاص بقى يا سامر بقى، يلا باي. ها باي. تعال تعال هات ايدك. لا استنى استنى. ايوه ايوه استنى استنى. الله الله الله، عيني يا عيني. سعاد روح هاتهم لي بسرعة. الله يخرب بيتك يا دينا، دي اتقفشنا. ازاي بس؟ انا متأكدة ان مفيش كاميرات في المكان ده. ملفاتكوا اهي، انتوا الاتنين خلاص مفصولين. سعاد. نعم يا مس. تكلمي اهلها وتبلغي جايلان عشان يجوا ياخدوا الملفات بتاعتهم. سعاد. نعم يا مس. يطلعوا لي في طابور الفسحة، يلا اتفضلوا بره. النهارده المدرسه اخدت قرار حبيت اطلعكم عليه، وهو فصل الطالب معتز سامح عبد المنعم والطالبه دينا شاكر الفولي، فصل نهائي. والسبب اننا مسكناهم وهم بينطوا من على سور المدرسه، وطبعا ده فصل نهائي بلا رجعه، عشان يبقوا عبرة لأي طالب يفكر في يوم من الأيام إنه يعمل زيهم.